ورجعنا لكم من الفاصل اعزائي المشاهدين، ولسه مستمرين في حديثنا في برنامج بنكمل بعض. بعض الاشخاص بيشتكوا من حاجه خارجه من جدار البطن، وبيقولوا انها بتكبر لما بنكح او بنعطس، ولما رحنا للدكتور قال لنا ده فت في جدار البطن. يعني ايه فت واسبابه واعراضه وافضل طرق علاجه؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع الجراح الكبير الدكتور ايمن هزاع، اخصائي الجراحه العامه وجراحه المناظير، اللي مشرفني ومنور النهارده. اهلا بك يا دكتور. اهلا استاذ محمد، منورنا دكتور، منور مشرف، ربنا يبارك في عمرك. كل سنه وحضرتك طيب. دكتور ايمن، كلمه فت بنسمع عنها كتير جدا، لكن معناها الصحيح والعلمي مش عارفينه. بدايه عاوز اعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين يعني ايه فت وانواعه واشهر الاماكن اللي بيظهر فيها. كلمه فت لغويا ما نجيبها من اساسها لغويا، لو طلعناها من القاموس العربي اللي هو شق، فت يساوي شق. بالانجليزي هيرنيا، هيرنيا مشتقه من الكلمه اللاتينيه هيرا تساوي شق برضو. نعم. المعنى الطبي بتاعها خروج محتوى من محتويات تجويف البطن من خلال فتحة غير طبيعية، هي فتحة الفتح للخارج. نترجم الكلام ده، حاجة من محتويات البطن طلعت لبرة من خلال ثقب مش طبيعي، يبقى ده اسمه الفتح. في أماكن كتيرة للفتح، يعني نذكرها: الفتح الإرابي مشهور قوي، الفتح السري هنتكلم عليه وهنركز عليه النهاردة، الفتح الفخذي، فتح الحجاب الحاجز، فتح سبيجيليان، له أنواع كتير وأماكن كتير تناولتهم في حلقات قبل كده، لكن بركز مع حضرتك النهاردة بقى على الفتح السري. تمام. طيب دكتور، لو جينا نتكلم عن الاسباب التي تؤدي الى حدوث الفتق السري، هل بتختلف الاسباب من الطفل الرضيع الى الرجل البالغ؟ بالنسبه للطفل، الطفل مرتبط بامه الكورد، الحبل الوريدي. نعم. تمام؟, تمام، اللي هو متصل بالاسنتا بالمشيمه. تمام، وبياخد عن طريقه الغذاء وبياخد عن طريقه الاكسجين من والدته. اول لما الطفل ده يولد يتقطع الحبل السري، هو محتوي على الحبل السري على وريد وشريان وانسجه. تمام. بعد كده بيتليف ويسقط ويبقى الجزء بتاعه اللي هو عامل الصورة. الطفل ده يكبر يبقى مين؟ يبقى الأستاذ محمد بيه الأنصاري. تمام يا دكتور. تمام؟ تمام. لسه؟ اتفضل. تبقى نقطة، يعني خدنا الطفل من هو في بطن في بطن أمه. يكبر بعد كده تبقى هذه النقطة منطقة ضعف. لما نيجي ناخد في أي حاجة في سطح زي ده نلاقي أضعف منطقة فيه هي منطقة اللحام، ففي منطقة البطن من أضعف مناطق البطن خط المنتصف، ومن أضعف مناطق خط المنتصف منطقة الصورة. فلذلك في أحيانا أطفال بيبقوا مولودين المنطقة دي ما التأمتش خالص، يوم مع كحتين البيبي واول عياطه له يطلع الفت لبره. مع الكبار طبعا بتسري في العائلات، لكن شيل الحاجه الثقيله بتسبب فت. مع السيدات الحمل المتكرر، استريتش بتاع العضلات وبعدين ترجع تاني، استريتش ترجع تاني، كل ده بيضعف عضلات البطن ويباعد بين العضلاتين المستقيمتين. تعمل حاجه تانية هنتكلم عليها برضو ان شاء الله. زيادة الوزن، كل دي عوامل، كلها أسباب مباشرة لحدوث وحمل الأثقال بدون الإحماء. يعني برضو ده له دور كبير جدا. طيب دكتور، عايزين بقى نتكلم عن أفضل طرق للعلاج. الجراحة العادية أفضل أم جراحة المناظير في علاج الفتق السري؟
طب نقول في الاطفال الاول. تمام ماشي. في الاطفال نمر عليها مرور الكرام كده. تمام. نقول للاطفال بما انه لسه في مرحله نمو فاحنا لن نسارع في الاجراء جراحه. تمام. مش الاب بتتخض الاب والام لما يسمعوا ان طفلهم هيعمل جراحه وهو لسه رضيع، فبيحصل لهم نوع من القلق. ما احنا لهم مش ما تعملوهوش. تمام. الا لو اصيب لا سمح الله باختناق. باختناق الفتح يعني اختناق، يعني طلع جزء من الامعاء بره وسود بقى لونه غريب موف كده واسود، يبقى في شرب، يبقى ده ونادر يعني في الاطفال. تمام. ففي الحاله دي بنسيب الطفل لما يكبر يوصل سنتين ثلاثة ما فيش مشكلة فيه، وبعدين بعد كده هو أملا منا إن جدار البطن ينمو ويغطي المنطقة النقطة الضعف دي ويرجع لطبيعته تاني. فإحنا بنسيب الطفل نحط له حزام سرة ممكن، بس حزام السرة اللي شفته كله مش عملي يعني. يعني بشوف في الأطفال بيتزحلق يا فوق يا تحت. في من أيام لما كنت زمان، من زمان لما كنت بشتغل في عدد كتير والعدد كبير والمرضى متوسط التعليم، فكنت بعمل لهم حاجة لذيذة قوي وارد ان انا اعملها دلوقتي. انا اجيب كوين عملة الجنيه المعدن واتلفف شاشة وبطريقة معينة بحيث يبقى له بروز معين، احطه في منطقة السرة. انا كطبيب بحب احطه بنفسي وعلم الام ازاي تحطه، وبعدين يبقى زقينا الفتق تاني، احط عليه طبقة بلاستر، اسيبه في مكانه ياخد الشاور بتاعه بيه، ياخد بيه كل حاجة لغاية لما البلاستر ده يضعف، اغيره كل 3 اسابيع كل شهر معايا كده لغاية لما الطفل يكبر. سبورت حلو قوي بيدعم من جدار البطن وبيساعد. ده افضل من الحزام. الحقيقة مع تجاربي الشخصية تقول ان هي خبرتي تقول ان هو الحزام يا بيطلع فوق يا بينزل تحت. تمام. يا اما بيتركب غلط. طيب ده بالنسبة للطفل. تمام. حضرتك سألتيني على طرق العلاج. تمام اتفضل. طرق العلاج عندي طريقتين وفي طريقة ثالثة خليها للآخر. تمام اتفضل. دايما عندك المفاجآت دكتور أيمن والله. لا يا خلاص نبتدي بيها. الطريقة الثالثة أنا فوجئت بيها على اليوتيوب من سنة. بيعالجوا بذر البطيخ، ياخدوه يحطوا على بلاستر وبعدين يحطوا على بين الصباع الثاني والثالث. دكتور الطرق دي بتجيب نتيجة فعلا؟ معقولة معقولة احنا في وصلنا للعصر والتقدم ده ولسه العصر والتقدم ده عايزين نصحح المفاهيم بقى دكتور، لان في ناس كتير قوي مش فاهمة يعني. طبعا. والراجل بيقتنع وكمية مشاهدات رهيبة. خلاص دي الطريقة اللي كنت عاوز اقولها لك. طب تمام نخش بقى تهريج يعني. تمام. صراحة من الأساليب العلمية يعني. بقى الأساليب العلمية. الأساليب العلمية عندي طريقتين، يا جراحة يا منظار. الفتح الجراحي له ميزاته، ولازم الجراح اللي يبقى شغال منظار لازم يكون ملم بيه واكسبرت فيه خبير فيه، لانه في اي وقت ممكن يحول المنظار الى فتح جراحي. ده وارد في اي عمليه منظار. الفتح الجراحي بيبقى عباره عن فتحه عامله زي السيمبول بتاع الابتسامه، كيرف كده تحت الصوره، وبعدين بيتفتح وتتصلح طبقات البطن طبقه طبقه. عندنا طبقات البطن يعني اذا خدناهم مجملا نقول ان هم 6 طبقات مجملا، لو فصصناهم يطلعوا 9 و10. فانا بخيطهم طبقه طبقه وبعدين بزيد عليها بركب شبكه. تمام. ده الاسلوب دي جراحه المناظير، دي الجراحه العاديه. تمام. الفتح العادي. تمام. يضاف لي انا ركبت شبكه، ف ده جسم غريب فبيشكل شوية إفرازات كجسم غريب، فبضطر أحط حاجة اسمها درنقة كونتينر كده، درنقة عشان يسحب الإفرازات. يبقى دي بتقعد مع المريض مثلا ممكن 4 أيام، ممكن تزود ممكن. تمام. تقلل. المريض بيقعد في السرير بتاعه أسبوع، أو مش بيقعد في السرير في البيت أسبوع. دي الجراحة العادية. الجراحة المناظير بدأت تاخد الأبر هاند اللي هي العليا في كل حاجة، وطبعا منها الفتح، ومن خلال فتحات في جدار البطن 4 فتحات او 3
واحد سنتي ونص ونص انصاص بعد كده بيصل الى مكان نصل المنظار بيصل الى مكان الديفكت الثقب اللي موجود و يلزق عليه شبكه ونوعها مختلف شويه نوعها مختلف عن النوع الاولاني واحسن كتير يعني متميز. طب انت دكتور تنصح بالجراحه العاديه ولا جراحه المناظير؟ لان في ناس بتخاف من جراحه المناظير يقول لك انا حاجه تخش بطني ممكن ترجع تاني او تترد تاني، فانت تنصح بالجراحه العامه او الجراحه العاديه ام جراحه المناظير؟ تنصح بايه؟ استاذ محمد هقول لك اسرار خبرتي كلها، انت بتخليني اطلع معاني يعني. مبدئيا ان العمليه ديت بتختلف من واحد للتاني من شخص لشخص. لازم يبقى فيه قعده مع المريض الجراح مع المريض ويناقش الجراح بتاعه، ده ابسط حقوق المريض. ميزات دي ايه وميزات دي ايه، كل واحده بميزاتها. يعني نقول مثلا نقول الجراحه العاديه انا بركب الشبكه بتاعتي واصلح طبقات البطن طبقه تلو الطبقه ترجع اناتومي ترجع تشريح زي الجسم السليم اللي ربنا خلقه. جراحه المنظار انا برجع احط حته الشبكه جوه وخلاص ما صلحتش طبقات واخرها غرزه في الغشاء. لكن ما بحطش درنقه في المنظار، المريض بيقدر تاني يوم يتعافى يقوم من السرير بتاعه عادي يعني ما بيحسش بألم، له ميزاته. لكن في المقابل الشبكة اللي بتتركب النوع PTFE بتاعت النوع لا يشكل التصاقات مع الأمعاء غالية كتير عن الجراحة العادية، عن الفتقة البرولين البولي برولين اللي بتتركب في التصريح العالي. حالات فتق مرتجعه، فتق اتعمل ورجع تاني. دايما في مثل طبي، حكمه طبيه بتقول the best chance is the first chance. الفرصه الافضل هي اللي نبدا بيها. تكون البدايه. يعني هي اول فرصه للمريض هي افضل فرصه. نعم. ليه؟ بعد كده خلاص اتفك. يعني ما بقاش فابريكا بقى. فدي فرصه المريض بس. فعشان كده يبقى مهم جدا ان انا اختار واتناقش مع المريض بتاعي واخد وادي معاه. وانا يعني انا على سبيل المثال الضمان لله وفي نسبه الرجوع 13% المعترف بيها سواء في الفتح او في المنظار. لكن ايا كان انا لا اسمح بوجود نسبه الرجوع خالص. انا بدي شهاده ضمان للمريض بتاعي مدى الحياه طول ما انا عايش او هو عايش. ليه؟ لان انا مش مقتنع بحدوث مضاعفات. لو اخذت في حسباني كل حاجه لن تحدث مضاعفات. ابتداء من ليه بيقول لك بقى العنايه التمريضيه، انا بقول لك كله بيتحدد في غرفه العمليات مع الجراح. لو قصيت العقده سبت شرشوبه طويله شويه تعمل مشكله للمريض. انا اعوذ بالله من انا ممكن اعمل عمليه ما اديش لاي مضاد حيوي. انا واثق من التعقيم بتاعي واقف على تعقيم الفريق اللي شغال معايا. فاذا بيقول لحضرتك ان هو ادي فرصه للمريض اول ما تستناش لما الفتق يرجع تاني وبعدين اجرب تاني وتالت لانه في نسبه رجوع الحمد لله. يا دكتور ما شاء الله من خلال متابعتنا حضرتك يعني في متابعين كتير قوي جدا لحضرتك من جميع الدول العربيه يعني ف حبيبي انا يعني وصلت الموضوع الى علاقات شخصيه اونلاين يعني. طيب دكتور ايمن، هل هناك درجات او تقسيمات للفتق او كيف يمكن ان نقيس درجه خطورته؟ حضرتك استاذ محمد الانصاري يعني اصل الدرجات دي يعني لا نقول فتق صغير وفتق متوسط وفرق كبير فتق كبير. حتى كان في صوره مش عارف جبتها ولا لا، صوره لست فتق كبير كده وبتاع وصوره فتق صغير، فتختلف طبعا. يعني الفتق ممكن اذا كان في سبب لزياده الضغط البطن مستمر زي الاسايتس الاستسقاء
زي المرض في اي سبب تاني اذا كان في سبب، ف يعني ده تقسيمه لوحده. نقول السبب، نقول الحاجه الثانيه، اخطر حاجه في الفتق في الاطفال في الكبار في اي حد، اختناق الفتق. الفتق ده طلع بره من خلال الثقب ده، طلع في ايه؟ يا اومنتم، يعني المساريقه اللي بين الامعاء بتشكل الم كبير قوي، يلاقي حاجه كمان بتطلع وتخش ما بطلت ترجع تاني. الحاجه دي يا اما امعاء يا اما قولون، ويا ما فتحت حالات وتطلع ان اللي فيها الامعاء فيها غرغرينه تطلع سودا، ويبقى انا داخل على عمليه فتق. نغير ونقلب الموضوع كله ونقلب على دخل في موضوع تاني بقى، قطع امعاء وتوسيط امعاء ومده شفاء اكتر وحاجات زي كده. فاحنا ما نستناش لما الفتق يخترق، عشان كده احنا بنعمل. انا النهارده حالتي كويسه، فت ومجهز العمليه ومختار الدكتور بتاعي ومختار المستشفى بتاعتي، بيتر وافضل ان انا استنى لما اجبر ان اروح اعملها في مكان خاص ويطلع اطلع منها بمشاكل وما اطلعش. وبعدين بدفع فلوس كتير كمان في المكان الخاص. الفلوس الكتير طبعا طبعا، بس المهم السلامه طبعا زي ما احنا متفقين يعني. طيب دكتور، بعد العمليه هل هناك تعليمات او نصائح بتقولها للمريض كي يتبعها بعد اجراء عمليه الفتق؟ مش هتكلم كلام الكتب. انا ما بحبش ادي نصائح للمريض كتير. يعني في حد يقول لك ما تاكلش الشطه وما تاكلش، انا بتاع البواسير وبتاع النصور وبتاع الشرق لا انا عايز الناس تعيش بسعاده كده يعني. كل واحد يعمل اللي هو عاوزه ما دام جسمه قبله خلاص، فما بحبش ان انا ادي انستراكشنز قويه يعني. اعمل اللي جسمك تقدر عليه، بس يعني ما تروحش تشتغل تروحش عتال تشتغل حاجه بعد كده تشيل لي بال 50 كيلو، مش هينفع، عشان ممكن تردي تاني، عشان ما يحصلش ارتجاع تاني. الى ان تطبع الشبكه والانسجه ترجع تاني. والشبكه دي مواضيع تانيه خالص، لو عاوز نتكلم فيها نعمل فيها حلقتين لوحدها. وبعدين بعد كده يرجع تطبع والنسيج يرجع تاني كويس، نقدر ان احنا نمارس حياتنا تاني. غير كده ما فيش ما فيش اي مشكله بالنسبه للمريض. طيب دكتور، خليني اختم مع حضرتك بنصيحه وسؤال. النصيحه، ماذا يمكن ان تنصح الذين يهملون موضوع الفتق السري، وما هي المضاعفات التي يمكن ان تحدث لمريض الفتق اذا اهملها؟ ابدا بايه؟ النصيحه. النصيحه زي ما قلت لحضرتك ان هو كل اللي عنده فتق سري ما تخافش وتوكل على الله اعملها، ما تستناش لما تحصل مشاكل وتجبر انت تعملها. انت دلوقتي اختار اللي انت عايزه، اختار الجراح واختار المستشفى واختار الشبكه واختار كل حاجه، تمام؟ برضو ونصيحه مرتبطه جدا بالسؤال اللي حضرتك طرحته تاني، ايه اللي ممكن يحصل؟ يحصل كتير. اولا الفتق ده ثقب، هيبقى ثقب صغير هيوسع، يبقى يحتاج تصليح اكتر، يحتاج لعب في الانسجه كتير، شغل في الانسجه كتير. دي كلها اجسام غريبه بما فيها الخيوط الجراحيه، دي اجسام غريبه. دي اول حاجه. تاني حاجه، اخطر حاجه، خروج الفتق سواء اوبستراكشن بس ان خرج ومش عارف يرجع، محتاج عمليه مستعجله، او سترانجوليشن اللي هو انقطاع مصدر الدم منه له وغرغرينا في خلال ساعات قلائل و قطع وتوصيل مصارين وقلبنا لعمليه كبيره جدا. فالاثنين مرتبطين ببعض فعلا. يعني ما نهملش الموضوع، واول لما يحصل الموضوع تروح نكشف ونشوف العمليه ونشوف الافضل، هعمل عمليه جراحيه عاديه ام عمليه بالمنظار. والله يا استاذ محمد، يعني انا ما زلت انا يعني انا كله حاطط مناخيري فيه، يعني شغال كل حاجه. الجراحه العامه دي ام الجراحات. يعني ام الجراحات كلها. لكن انا لو تسالني شخصيا، انا بشتغل كله، انا بحب الجراحه التقليديه في الفتق. ليه؟ بحس ان انا اولا بحافظ على الشكل الخارجي للفتح بتاع الجلد، بعمله غرز تجميل، وغيري مش انا لوحدي يعني.
برجع الطبقات تاني طبقه طبقه، غير ان انا من جوه من المنظار بحط حاجه تسدها بس كده، لكن انا في برجعها طبقه طبقه تشريحيا كما ربنا خلقنا يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا الجراح الكبير الدكتور ايمن هزاع، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات في المرحله المقبله. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من برنامجكم بنكمل بعض، استنونا الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. السلام عليكم. We'll be right back.